طاهر دير المرقورقيس زين مسجنين هاني هنقاليون قاود عربي بسبب سجن والي قاود عبد قالي هاني هنقاليون قاود سورة فأجيو زين مسجنين قاود عربي تعمديا مسجن كبير من عمديا طلب لي تدمسجنين قاود عربي للشاميلة قبات دييهين ومريانا طيري وإجيو ديلي شو أسري بيرخج يشتى عدي ليرخى يرخى لبديشو كل من صاروا قلبه ما ذي بديشو دائما تداو إما والخرطة كل هو الشاميل أني قالي واني عد القالة من صار خاو اسمي يا خشون أقمر يمنيتي وخاصة تأخ نواسا أني ليلة براي خارج العراق الدائمة شميلة دمشي لأني قاليهم لأني تنياسا دين قاليهم سلام عمقون عما عمروحا فنقالي وقديشات مارني شعب شيحا كارسوزا شيحة مرانا من شلاب ويام كان في أيامه رودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من خدمة آل أبيا وامرأته من بنات هارون واسمها وكان كلهما ضارين أمام الله سائرين بجميع وصايا الرب وحقوقه بغير لومين ولم يكن لهما ولد لأن إلشبا كانت عاقرا وكان كليهما قطعنا في أيامهما وكان بينما هو يكهن في رتبة خدمته أمام الله بحسب عادة الكانوت بلغته نوبات وضع البخور فدخل هيكل الرب وكان كل الشعب يصلون خارجا في وقت البخور وظهر لزكريا ملاك الرب قائما عن يمين المذبح البخور ولما رأوا زكريا اضطربا وخشيه خوف فقال له الملاك لا تخف يا زكريا فإن صلاتك قد سمعت وامرأتك إلشبا تلد لك ابنا وبنها اسمه يوحنا ويكون لك فرح وسرور وكثيرون يفرحون بمولده لأنه يكون عظيما قدام الرب ولا يشرب خمرا ولا مسكرا ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه ويعيد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلهه وهو يمضي أمامه بروحه هي نبي وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبنياء الذين لا يطيعون إلى علم الأبرار ويعد للرب شعبا كاملا فقال زكريا
فلا كيف أعلم هذا؟ فإني أنا شيخ وامرأتي قد طعنت في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا هو جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت ليكلمك وأبشرك بهذا من أن تكون صامتا فلا تستطيع أن تتكلم إلى اليوم الذي فيه يكون هذا، لأنك لم تؤمن بكلام هذا الذي يتم في أوانه. وأما الشعب فكانوا واقفين منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائهم في الهيكل. فلما خرج زكريا لم يقدر أن يكلمهم، فعلموا إنه قد رأى رؤيا في الهيكل، وكان يشير إليهم وقام صامتا. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته، وكان من بعد تلك الأيام إنا حبلت نسبة امرأته وكتمت أمرها 15 أشهر قائلة: هذا ما صنع بي الرب في الأيام التي نظر إلي فيها ليصرف عني العار بين الناس. والمجد لله دائما. بأن يكتتب شعب مملكته كله، وهذا الكتاب الأول صار في ولاية قرينوس في سوريا، وكان كل واحد يمضي ليكتتب بمدينته. وكان يوسف أيضا قد صعد من الناصرة مدينة جليل إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لأنه كان من بيت داود ومن عشيرته. مع مريم خطيبتي وهي حبلى ليكتتب هناك. وبينما كان هناك تمت ايامها لتلد، فولدت ابنها البكر، فلفته بالقمط واجعته بمدود لانه لم يكون لهما موضع حيث نزلا.
نزل رعاة يحرسون حراسة الليل من أجل مراعيهم، وإذ ملاك الله قد جاء إليه ومجد الرب ومجد الرب يشرق عليهم فخافوا خوفا عظيما، فقال لهم ملاك لا تخاف فآنذا أبشركم بفرح عظيم يكون للعالم كله، لأنه قد ولد لكم اليوم مخلص وهو الرب المسيح في مدينة داود. وهذه لكم علامة أنكم تجدون طفلا ملفوفا بالقمط موضوعا في مذود، وظهر بغتة مع الملاك جنود كثيرون سماويون يسبحون الله ويقولون المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام ورجاء صالح لبني البشر. وحدث إنه لما انطلق الملاك من عندهم إلى السماء كلم الرعاة بعضهم بعضا قائلين لننظي إلى بيت لحم وننظر هذا الكلام الذي كان كما أعلمنا به الله. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل موضوعا في المذود، فلما رأوا أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما تكلم به الرعاة معهم، وكانت مريم تحفظ هذا الكلام كله وتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما عاينوا وسمعوا كما قيل لهم، والمجد لله دائما. من الباعوثة. سلام عنكم أما قم روحا إنجالي قديش أدمار ليشوع مشيحا كرسوسا متاين شوحا لمشيحا مارنا من صدقتكم قدام الناس لكي يروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة ولا تضربوا قدامك بالبوق كما يصنع المراؤون في المجامع والأسواق ليمجدوه الناس. الحق أقول لكم إنهم قد أخذوا أجرهم، أما أنت فإذا صنعت صدقة فلا تعلم شمالك ما تصنع يمينك، لتكون صدقتك في خفية وأبوك الذي يرى في الخفية هو يجازيك على نيتي. وإذا
صليتا فلا تكونا كالمرائين الذين يحبون القيام في المجامع وزوايا الأزقة للصلاة ليظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد أخذوا أجرهم. أما أنت فمتى صليت ادخل مقدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية ويجازيك على نيتي. وإذا صليتم فلا تكثروا الكلام مثل الوثنيين فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يسمع لهم. فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم عالم بما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فهكذا صلوا أنتم: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا غفرنا لمن أخطأ إلينا. ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد الأبدين. فإنكم إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي. وإن لم تغفروا للناس فأبوكم أيضا لا يغفر لكم زلاتكم. ومتى صمت فلا تكونوا معبوسين كالمرائين فإنهم ينكرون وجوههم ليظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صمت فغسل وجهك وضم راسك لكي لا تظهر للناس صائما لكن لأبيك الذي في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية ويجازيه. شوحا شاد مارني شعم شيحا كارسو ساد لوقا شوحالا شيحا مارنا من شلاويا. وكان الرجال الذين قبضوا على يسوع يهزؤون به وكانوا يخطونه ويلقمونه على وجهه قائلين: تنبأ من الذي ضربك. وأشياء أخرى كثيرة كانوا يقولونها عليه مجدفين. ولما كان النهار اجتمع الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعه وقالوا له: إن كنت أنت المسيح فقول لنا. قال لهم: إن قلت لكم لا تؤمنون بي وإن سألتكم لا تجيبونني ولا تطلقونني. فمن الآن يكون
ابن البشر جالسا عن يمين قدرة الله، فقال جميعهم: أفأنت إذن ابن الله؟ قال لهم يسوع: أنتم تقولون إني أنا هو. فقالوا: ما حاجتنا إلى شهود، لأننا قد سمعنا من فمه. فقام جميع كل وجاءوا به إلى بيلاطس، وشرعوا يقرفونه قائلين: إنا وجدنا هذا يضر شعبا ويمنع من أن نعطي الجزية لقيصر، ويدعي إنه هو المسيح الملك. فسأله بيلاطس وقال له: هل أنت ملك اليهود؟ قال له: أنت قلت. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة وللجميع: إني لم أجد علة على هذا الرجل. أما هم فكانوا يصرخون قائلين: قد هج شعبنا إذ يعلم في اليهودية كلها مبتدئا من الجليل إلى ها هنا. فلما سمع بيلاطس اسم الجليل سأل: هل الرجل جليلي؟ ولما علم إنه من ولاية هيرودس أرسله إلى هيرودس، لأنه كان في أورشليم في تلك الأيام. ولما رأى هيرودس يسوع فرح جدا، لأنه كان يشتهي أن يراه من زمان طويل لسماعه عنه أشياء كثيرة، وكان يرجو أن يرى منه آية ما. فسأله بكلام كثير فلم يجب يسوع بشيء. وكان رؤساء الكهنة والكتبة واقفين يقرفونه بشدة، فاحتقره هيرودس مع جنوده، وألبسه ثيابا قرمزيا مستهزيا به، وأرسله إلى بيلاطس. وفي ذلك اليوم صار بيلاطس وهيرودس صديقين بعضهما مع بعض، لأنه كان بينهما عداوة من قبل. ولما جلس الوالي على منبره أرسلت إليه امرأته قائلة له: إياك وذاك الصديق، فإني قد توجعت اليوم كثيرا من أجله في حلمي. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة وأركانة الشعب وقال له: قدمتم إلي هذا الرجل كأنه يرد شعبكم، رها أنا قد فحصته أمامكم فلم أجد علة في هذا الرجل من جميع ما تقرفونه به، ولا هيرودس أيضا، لأني أرسلت إليه وهذا لم يصنع شيئا فيستجيب الموت. فأنا أؤدبه وأطلقه، لأنها كانت عادة عند إن يطلق لهم واحد في العيد. فصاح الجمع كله وقالوا: ارفع هذا واطلق لنا برأبا. ذاك الذي كان من أجل فتنة وقتل حدث في المدينة قد ألقي في السجن. فكلمهم بيلاطس أيضا وهو يريد أن يطلق يسوع، أما هم فكانوا يصرخون قائلين: اصلبوه اصلبوه. فقال لهم مرة ثالثة:
وأي شر صنع هذا إني لم أجد فيه علة تستوجب الموت فأنا أؤدبه وأطرقه. أما هم فكانوا يرجون عليه بصوت عال ويسألونه أن يصلبوه، واستبدد أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة. فلما رأى بيلاطس إنه لا ينتفع شيئا بل يزداد الشغب، أخذ ماء وغسل يديه أمام الجمع وقال: إني بريء من دم هذا الصديق أنتم تعرفون. فجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. فأمر بيلاطس أن تكون طلبتهم، فأطلق لهم الذي طلبوه ذاك الذي كان من أجل فتنة وقتل قد ألقي في السجن، وأسلم يسوع لإرادتهم. وفيما هم منطلقون به أمسكوا سمعان قيروان الذي كان آتيا من حقل، وجعلوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. وكان يتبعوا كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يندبونه وينحون عليه. فالتفت يسوع إليهن وقال: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى بناتكن. فها أنا ثلاث أيام يقال فيها: طوبى للعواقم والبطون التي لم تلد، والثديين التي لم ترضع. حينئذ إن تبتدئون تقولون للجبال: قعي علينا لإكام غطينا، وإن كانوا يصنعون هذا بالعود الرطب فماذا يكون باليابس؟ وكان آتيا معه اثنين آخرين عامل شر ليقتلا. ولما جاءوا إلى الموضع المسمى الجمجمة صلبوه هناك هو وذينك والذين العاملين الشر، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبت أقر لهم، لأنهم لا يدرون ماذا يعملون. واقتسموا ثيابه واضطروا عليها، وكان الشعب واقفا ينظر ويصخر منه حتى الأراكنة قائلين: قد خلص آخرين، فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. وكان الجند أيضا يهزئون به وهم يتقدمون إليه ويقدمون له خلا ويقولون له: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان أيضا عنوان فوقه مكتوب بالحروف اليونانية والرومانية والعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان أحد ذنوبك العاملين الشر المصلوبين معه يزدف عليه قائلا: إن كنت المسيح فنجي نفسك ونجينا أيضا. فانتهره رفيقه وقال له: أفلا تخشى الله أيضا، إذ كنت أنت أيضا تحت هذا الحكم بعينه. أما نحن فعدلا، لأن كما كنا نستحق وكما عملنا جازينا ما هذا، فلم يصنع شيئا رديئا. ثم قال يسوع: اذكرني يا رب متى جئت
حتى في ملكوتك. قال يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة وحدث ظلام على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، والشمس أظلمت، وللوقت انشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى الأسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وكثيرون من الساد القديسين الراقدين قاموا وخرجوا. ومن بعد قيام يده دخلوا المدينة المقدسة وتراءى الكثيرين، أما قائد المياه والذي كانوا معه يحرسون يسوع، ولم دير المدورجيس زينم سجنين آني هنغاليون قاود عربي بسبب سجنواني قاود عدة قالي آني هنغاليون قاود سورة فأجو زينم سجننا قاود عربي تعمديا كبير من عمديا طلب لي تدم سجننا قاود عربي للشاميلة قبات دييهين ومريانا طيري وإجيو ديلي شو أسري بيرخج إشتا أيدي ليرخى يرخى البديشو كل من صار وطلبه ما ذي البديشو دائما تداو إما والخرطة كلها والشاميل هاني قاليق واني عد القالي من صار لخاوض شمية خشن أقمر يمنيتي وخاصة تأخن واثنا هاني نيلة براي خارج العراق دائما شميلة دمشي لاني قاليهم لاني تنياثة لاني قاليهم سلام قوم أما أمروحا إن قال يقديشا أطمارني شعب شيحا كارسوزا كاهن اسمه زكريا من خدمة آل أبي وامرأته من بنات هارون واسمها ولم يكن لهما ولد لأن إلشبا كانت عاقرا وكان كليهما قطعنا في أيامهما وكان بينما هو يكهن في ردبة خدمته أمام الله بحسب عادة الكانوت بلغته نوبات وضع البخور فدخل هيكل الراب وكان كل الشعب يصلون خارجا في وقت البخور وظهر لزكريا ملاك الرب قائما عن يمين المنبر.